مع انخفاض درجات الحرارة في خلال فصل الشتاء، بيحاول الجسم إن هو يحافظ على الأعضاء الداخلية زي القلب والرئة وغيرها من أعضاء الجسم عن طريق ضخ الدم بكميات أكبر للأعضاء دي. ده بيسبب ضعف وصول الدم للأطراف زي الإيدين والقدمين، وبتبدأ تظهر مشكلة برودة الأطراف، المشكلة اللي بيعاني منها ناس كتيرة جدا في خلال فصل الشتاء، وممكن تسبب الأرق وقلة النوم. المشكلة دي ممكن تكون طبيعية بسبب انخفاض درجات الحرارة، لكن بيكون لها كمان أسباب مرضية كتير، ومن أشهر الأسباب دي هو الأنيميا. تعتبر أنيميا نقص الحديد من الأسباب الرئيسية لزيادة الإحساس ببرودة الأطراف، وغالبا في الحالة دي بيكون الإحساس ببرودة الأطراف مرتبط بوجود أعراض تانية للأنيميا زي تساقط الشعر أو شحوب الوجه أو الإرهاق العام. والسبب التاني لزيادة الإحساس ببرودة الإيدين والقدمين هو زيادة الوزن وارتفاع نسب الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم، وفي الحالة دي بيكون مرتبط مع الإحساس ببرودة الأطراف أعراض تانية لارتفاع نسب الكوليسترول في الدم زي ضيق التنفس والنهجان وعدم انتظام ضربات القلب. أما السبب الثالث فهو مرض السكر أو احتمالية الإصابة به، زي الناس اللي في مرحلة ما قبل السكري أو اللي عندهم أعراض مقاومة الإنسولين زي زيادة الوزن أو ارتفاع نسب الكوليسترول أو الكبد الدهني. من المضاعفات المعروفة لمرض السكر إنه بيأثر على الأعصاب الطرفية وعلى الدورة الدموية بشكل عام، وغالبا المريض اللي بيعاني من مرض السكر أو معرض للإصابة بمرض السكر تظهر عنده أعراض تانية مع برودة الأطراف زي التنميل والخدلان والشكشكة اللي بتحصل في الإيدين والقدمين. والسبب الرابع هو خمول الغدة الدرقية. الهرمونات اللي بتفرزها الغدة الدرقية بتكون مسؤولة بشكل رئيسي عن تنظيم درجة حرارة الجسم وعمليات التمثيل الغذائي، وبالتالي أي قصور في إفراز الهرمونات دي بيأثر بشكل مباشر على تنظيم درجة حرارة الجسم، وبتكون مشكلة برودة الأطراف والإحساس بالبرد عموما مستمرة مع المريض حتى في درجات الحرارة المرتفعة. والسبب الخامس هو مرض رينولدز، وده من الأمراض اللي بتسبب ضيق في الأوعية الدموية، وغالبا بيظهر أكتر في درجات الحرارة المنخفضة وكمان في حالات التوتر. بعض الحالات اللي بتعاني من مرض رينولدز بيتغير لون الأطراف للون الأبيض أو اللون الأزرق. أما السبب السادس فهو استخدام بعض أنواع الأدوية زي أدوية البيتا بلوكر المستخدمة في علاج ارتفاع ضغط الدم، وكمان أدوية منع الحمل. من الآثار الجانبية لاستخدام الأدوية دي إنها بتقلل من وصول الدم للأطراف، وخاصة مع انخفاض درجات الحرارة، وبالتالي بيعاني الشخص اللي بيستخدم الأدوية دي من مشكلة برودة الأطراف. لو عندك أي أعراض لأي مشكلة صحية من اللي اتكلمنا عنهم في حلقة النهاردة، وبتعاني دايما من مشكلة برودة الإيدين والقدمين، غالبا هيكون الحل النهائي لمشكلتك هو علاج السبب الرئيسي اللي أدى ليها. دمتم دايما في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.